ستذهب نور إلى لبنان في هذا الصيف، وهي سعيدة جداً بهذه الرحلة. الجيران متعجبين، ستذهب نور إلى لبنان؟ وماذا يوجد في لبنان والذي يفرح هذه الطفلة لهذا الحد؟ في لبنان يوجد الكثير من الأشياء وما يناسب كل الأذواق. يوجد هناك التاريخ والثقافة والبحر والطبيعة. فلننطلق معاً مع نور ولتبدأ المغامرة. العائلة كلها في حركة مضطربة في المطار بين ضجيج الحقائب والبحث عن التذاكر. ولكن أين هي نور؟ آه، ها هي هناك ملتصقة بزجاج محل الكعك تنظر بشره لقطعة حلوى باللوز. إن نور تعشق الأكل وتمشي وراء بطنها. تنادي الأم على نور: هيا يا نور سنتأخر. ويقول الأب: ها هي طائرتنا، انظري كم هي جميلة. تحدث نور نفسها: حقاً إنها كبيرة، لدرجة أني سأدعو كل أبناء عمومتي للعب بداخلها عند وصولنا إلى لبنان. في هذه الليلة القرية في احتفال، يعمل المغنون والموسيقيون مثل السحرة. الكل يقف ليرقص الدبكة. يقف أبي أيضاً ويحاول الرقص معهم، ولكن بدبوم يسقط وهو يضحك. تضحك نور وفمها مملوءة بالبقلاوة. علينا أن نأتي دائماً إلى لبنان.